السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب سنة أولى، معدنا النهاردة مع أول محاضرة من محاضرات منهج البيوكيمستري وشابتر الكربوهيدرات اللي هي النشويات أو السكريات. أول كلمة عايز أعرفها سبب تسمية الشابتر بهذا الاسم، ليه سميت الكربوهيدرات او ليه سميت النشويات او السكريات بكلمه كربوهيدرات؟ هل التسميه على اساس علمي ام هبدها احد العلماء وهو على القهوه؟ تعالوا نشوف سبب التسميه وانت بنفسك هتحكم. سماها كربوهيدرات عشان فيها ثلاث عناصر مهمه. العنصر الاولاني فيها كربون فسماها كرب. العنصر الثاني فيها اكسجين فسماها كربو. العنصر الثالث فيها هيدروجين فسماها هيدريت. اذا سبب التسميه كانت هبده من احد العلماء فعلا. كربوهيدريت فيها ثلاث عناصر اساسيه هما كربون واكسجين وهيدروجين، وانا بحب اكتب الاختصار بتاع الكربوهيدريت CHO نسبه للثلاث عناصر اللي موجوده فيها. دلوقتي هنتكلم عن انترودكشن بسيطه للشابتر دي هتفتح الامور شويه. اول كلمه قالها عن الكربوهيدريت هي الموست اباندنت فورم، يعني كلمه اباندنت يعني اشهر حاجه. هي الموست اباندنت فورم اوف اورجانيك ماترز. اورجانيك ماترز اللي هي المركبات العضويه اون ذا ايرث، يعني اشهر مركب عضوي موجود على سطح الارض. ليه؟ لان احنا يا اولاد مفيش اكل ولا وجبه اكل الا لما يكون عليها كربوهيدرات. يعني مثلا هتتغدى ايه النهارده؟ هتقول لي رز وبطاطس. الرز فيه كربوهيدرات والبطاطس فيها كربوهيدرات. عندي فراخ او رز وفراخ فيها كربوهيدرات. اي حاجه اي وجبه لازم تلاقي فيها كربوهيدرات. اذا هي اشهر حاجه موجوده على سطح الارض. يبقى اقرا معايا وترجم لو سمحت عما تتعود على المصطلحات الطبيه. الكلام ده طبعا مش حفظ، الكلام ده قرايه. الحفظ والاسئله النظري انا هقول لك عليها فيما بعد. يبقى تاني، الكربوهيدرات هي الموست اباندنت فورم، يعني اشهر حاجه من الاورجانيك ماترز اون ذا ايرث. طيب النقطه اللي بعد كده انا قلتها لك هي كونتين اليمنتس. كلمه اليمنتس يعني عناصر، فيها ثلاث عناصر اساسيه ان هم كربون وهيدروجين واكسجين، وده كان سبب التسميه. جميل جدا جدا جدا. النقطه الثالثه بيقول ان الكربوهيدرات او النشويات دي بتتصنع في النبات، في البلانتس. بتتصنع في النباتات بعمليه مشهوره جدا 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 اسمها الفوتوسينثيز، البناء الضوئي. يبقى تاني، الكربوهيدرات دي بتتصنع في النباتات عن طريق عمليه مشهوره جدا اسمها الفوتوسينثيز، اللي بتتم عن طريق ثاني اكسيد الكربون والماء. نقول تاني سريعا الكلمتين اللي احنا قلناهم عشان تجمع معايا وتربط الامور بعضها ببعضها. الكربوهيدرات هي الموست اباندنت فورم اوف اورجانيك ماترز اون ذا ايرث، يعني اشهر مركبات عضويه موجوده على سطح الارض بلا منافس. فيها ثلاث عناصر اساسيه، ايه هم لو سمحت؟ هي كربون وهيدروجين واكسجين. بتتصنع في النباتات بعمليه مشهوره جدا 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 اسمها الفوتوسينثيز، يعني البناء الضوئي اللي بتحتاج ثاني اكسيد الكربون والماء. طيب هي اتصنعت في النباتات، مين اللي هيتغذى على النباتات دي؟ اكيد الانيمال. فالجمله اللي بعد كده معتمده على دي. فقال ايه؟ بيقول ان اول انيمالز، كل الحيوانات بما فيهم الانسان، ما هو الانسان طبقا للتصنيف البيولوجي يعتبر انيمال. اول انيمالز ار ديبندنت اون، معتمده على الكربوهيدرات از ا سورس اوف انرجي. كل الحيوانات معتمده على الكربوهيدرات كمصدر للطاقه. كلمه سورس اوف انرجي يعني مصدر للطاقه. جميل جدا جدا جدا. طيب النقطة اللي بعد كده، أنت قلت لي دلوقتي إن الكربوهيدرات موجود في النبات. أه الكربوهيدرات موجود في النبات. بيبقى موجود في النبات على هيئة مركبين. واحد اسمه ستارش اللي هو النشا، النشا النباتي، ده مركب بيبقى موجود في النبات وهناخده بالتفصيل فيما بعد. ومركب تاني اسمه السيلولوز اللي هو اللحاء اللي بيبقى موجود في النباتات. يبقى الكربوهيدرات موجود في البلانس على هيئه مركبين، يا اما ستارش يا اما سيلولوز، والاشهر طبعا هو الستارش. طب انا كانيمال هاكل البلانس ده وهيخش جوه جسم الكربوهيدرات. حلو، انا جوه جسمي كربوهيدرات، جوه جسمي نشويات. دلوقتي في شويه انا مش محتاجهم هخزنهم.
بيتخزنوا في الجسم الانيمال على هيئه مركب اسمه جلايكوجين. انطق معايا لو سمحت المصطلحات عما نتعود عليها، الكلام ده كله هناخده بالتفصيل، الكلام ده ما هو الا تفتيح للشابتر فقط لا غير. يبقى في الانيمال الكربوهيدرات موجوده على هيئه مركب اسمه ايه؟ اسمه جلايكوجين. طيب الجلايكوجين ده موجود فيا فين انا كانيمال؟ لا مؤاخذه، موجود هنا في اورجان، في عضو موجود هنا في الحته دي بالظبط، اكيد تعرفه، اسمه الكبد، ليفر. ليفر يعني الكبد. وموجود في العضلات يعني مصل، مصل يعني عضلات. ده كده الكلمتين اللي انا عايز اقولهم في الاول. يبقى الكربوهيدرات متوزعه فين يا سيدي؟ يا اما في البلانت يا اما في انيمال، بس هي الاول اتصنعت فين؟ في البلانت، على هيئه ستارش او على هيئه سيلولوز. يجي الحيوان ياكل الستارش او الكربوهيدرات فيتخزن في جسمه على هيئه جلايكوجين في تو اورجانز يا اولاد. اكتر اعضاء فيها كربوهيدرات جوه جسم الانسان هما اتنين، الكبد اللي هو الليفر، انت معايا؟ الليفر، ليفر، وعضلات اللي هو المصل. ليفر الكبد، خلي بالك منه. هقول الانترودكشن دي تاني عشان ابقى خلصت اول جزئيه كده. الكربوهيدرات هي الموست اباندنت فورم اوف كربوهيدرات اون اورجانيك، او هي الموست اباندنت فورم اوف اورجانيك ماترز اون ذا ايرث، يعني اشهر المركبات العضويه اللي موجوده على سطح الارض. جميل جدا. فيها ثلاث عناصر وانت دول سبب التسميه، فيها كربون سميتها كارب، فيها اكسجين سميتها كاربو، فيها هيدروجين فسميتها هيدريت. بعد كده بتتصنع في النباتات بعملية اسمها الفوتوسينسيز، البناء الضوئي اللي بتحتاج ثاني أكسيد الكربون والمية. بعد كده النباتات أو الحيوانات بتاكل النبات ده، فبتعتمد all animals are dependent on carbohydrate as a source of energy، يعني مصدر للطاقة. بعد كده السؤال ده لسه هناخده بالتفصيل، بس أنا قلت لك مقدمة عنه بسيطة، إن الكربوهيدرات في النبات بيكون موجود على هيئة حاجتين، يا إما ستارش يا إما سيلولوز، وبيكون موجود في الأنيمال على هيئة حاجة واحدة بس اللي هي الجلايكوجين. الجلايكوجين في الانيمال موجود في عضوين مهمين اللي هم الكبد، ليفر، ليفر، والمصل. وتنقل الرسمه للحته الحلوه دي عندك عشان تثبت في دماغك ان شاء الله. عندي بعد كده يا اولاد سؤال اسمه الامبورتانس اوف كربوهيدرات، اهميه الكربوهيدرات في الحياه. وفي الحقيقه يا اولاد انا السؤال ده ما بحبش ابدا بيه الشرح في الشابتر، فهتلاقي السؤال ده موجود في اخر او مؤجل لاخر صفحه في المذكره. السؤال ده انت لوحدك هتقوله في الاخر يا زعيم، انا مش هقول اي حاجه. السؤال ده ما هو الا تجميع للشابتر كله، هو تلخيص للشابتر كله، فانا ما ينفعش انا كابراهيم الحسيني ابدا بملخص للشابتر من غير ما تبقى عارف الشابتر ده بيتكلم عن ايه. دي اول حته. عندنا بعد كده يا شباب سؤال اسمه السورسز اوف كربوهيدرات، مصادر الكربوهيدرات. كلمه سورسز يعني مصادر. انا لو عايز اخد كربوهيدرات اخد ايه؟ انت يا دكتور من الصبح عمال تقول لي ان هي الموست اباندنت فورم اوف اورجانيك مات، اشهر حاجه موجوده على سطح الارض. ايوه اكل ايه؟ كل اي حاجه، ارمي اي حاجه. يعني بص، لو جيت كلت بريد، خبز، عيش، هتلاقي فيه كربوهيدرات. بينز، بقوليات زي الفول، فيه كربوهيدرات. بينز اللي هي البقوليات زي الفول او الفاصوليا، ها الملك اللي هو اللبن، بوتيتوس اللي هي البطاطس، سوفت درينكس اللي هي المشروبات الغازيه، الكولا والبيبسي والحاجات دي كلها، الكورن ترجم لو سمحت اللي هي الذره، الحاجات دي كلها مليانه كربوهيدرات. اكتب حدث ولا حرج، محدش هيسالك ايه هي السورسز اوف كربوهيدرات، اكتب اي حاجه. طيب دلوقتي يا اولاد لما جينا ندرس الكربوهيدرات لقينا ان الكربوهيدرات السكريات اللي موجوده في الطبيعه عددها كبير قوي قوي قوي، واي حاجه عددها كبير بنعمل لها حاجه اسمها كلاسيفيكيشن، يعني تصنيف. بنحط كل شويه في جنب لوحدهم، كل شويه في جنب لوحدهم، ونبدا ندرسهم يا اولاد. تعالى نشوف قسموا الكربوهيدرات على اساس ايه، او قسموهم ازاي. في شويه سكريات لما جيت ابص عليهم تحت الميكروسكوب لقيت ان فيهم جزيء سكر واحد، هم عباره عن جزيء سكر واحد بس واقف لوحده غلبان مش معاه اي حد، سنجل الوحيد، فسميته المونو ساكرايد. كلمه ساكرايد يعني سكر، وساكرايد ومونو، مونو يعني واحد، احادي يعني جزيء سكر واحد. يبقى المونو ساكرايد ده فيه كام شوجر يونت؟ والله سنجل، وحده وحده شوجر يونت بس. وفي عيله ثانيه من المركبات بص كده لقيت فيها كام سكر ماسكين مع بعض؟ لقيت فيها اثنين. لقيت كام سكر؟ لقيت اثنين، فسميت العيله دي الضاي ساكرايد. ضاي يعني ايه يا اولاد؟ يعني اثنين. اذا العيله دي فيها اثنين شوجر يونت. جميل جدا جدا. يبقى كام عيله لحد دلوقتي؟ عيلتين.
العيله الاولى انت معايا سميتها المونوساكرايد، اسمها المونوساكرايد، ودي يا اولاد فيها كام شوجر يونت؟ فيها واحده بس. طيب العيله الثانيه اسمها ايه؟ اسمها الدايساكرايد، ودي فيها 2 شوجر يونتس. جميل جدا. العيله الثالثه اكيد بالتبعيه فيها 3 شوجر يونت. اه هل ممكن تلاقي فيها 3 او عدد يتراوح من 3 الى 10؟ يعني 3 شغال، 4 شغال، 5 برضو ما تزعلش، 9 شغال، 10 شغال، اي عدد يتراوح من 3 الى 10 فتسمي العيله دي اوليجوساكرايد. اصل كلمه اوليجو بتساوي بالانجليزي عندنا كلمه فيو، يعني عدد قليل، يبقى من 3 الى 9، من 3 الى 10. جميل. يبقى تاني الاوليجوساكرايد مركبات فيها من 3 الى 10 شوجر يونت. طب لو لقيت بقى اكتر من 10، معنى كده ان السكر ده او جزيء السكر ده فيه سكريات كتير قوي قوي اكتر من 10، فسميته البولي ساكرايد، عديد السكر، فيه كتير بقى البولي ساكرايد. يبقى تاني الكلاسيفيكيشن دي لان هي مهمه جدا جدا جدا، لا ولم ولن يخلو منها اي امتحان، ودي تفتيح للشابتر كله. ليه؟ لان انا بعد كده هبدا اتكلم عن المونوساكرايد بالتفصيل، ثم الضاي، ثم الاوليجو، ثم البولي، دي عناوين اساسيه هنا كده. يبقى المونوساكرايد فيها كام شوجر يونت؟ فيها سنجل، الضاي فيها 2، الاوليجو فيها من 3 الى 10، اما البولي ساكرايد فيها اكتر من 10. اسمها المونوساكرايدز. كلمه مونوساكرايدز يعني السكريات الاحاديه، يعني السكريات اللي فيها جزيء سكر واحد وحيد واقف لوحده. اول كلمه قالها عن المونوساكرايد من الفيديو اللي فات ان فيها سنجل شوجر يونت، دي اول حاجه. تاني حاجة تبقى عارف ان هي simplest sugar unit، ابسط انواع السكر. بالله عليك في ابسط من كده؟ في ابسط من ان انت تبقى واقف لوحدك ومش جنبك حد؟ دي ابسط حاجة. اذا اول كلمة قالها ان هي simplest sugar. طيب الكلمة اللي بعد كده قال ان هي building unit of carbohydrate، هي الوحدة. كلمة البيلدنج يونت يعني الوحدة البنائية لبناء أي نوع من أنواع الكربوهيدرات. يعني إيه؟ بمثابة الحجارة اللي بتبني بيها البيت. مش فاهم. لما أجي أقول لك ده مونوساكرايد، حلو؟ وأجي أجيب جنب منه مونوساكرايد كمان. يبقى مونوساكرايد ومونوساكرايد. إيه رأيك إن أنت لو مسكت الاتنين دول مع بعض؟ دلوقتي لما يمسكوا مع بعض يبقى اسمك مونوساكرايد؟ لا، ده انت دلوقتي العيله بقى فيها 2 جزيء سكر، فسميك العيله الثانيه اللي كان اسمها الضاي ساكرايد. يبقى تاني هي السمبلست شوجر، هي ابسط انواع السكريات كمونوساكرايد. لو مسكتها مع مونوساكرايد تاني يبقى اسمك ضاي ساكرايد. اذا بنيت كربوهيدرات. طب لو كانوا 3 يبقى اوليجو، 5 اوليجو. طب لو كانوا اكتر من 10 يبقى العيله الرابعه اللي قلنا عليها البولي ساكرايدز. جميل جدا. عندي سؤال بعد كده اسمه الجنرال فورمولا. يعني ايه الجنرال فورمولا؟ يعني الصيغه الكيميائيه بتاعه المونوساكرايد. هي اصحى كده، سي ان اتش 2N ON. اولا فيها كربون وهيدروجين واكسجين، زي ما قلنا في الفيديو اللي فات ان الكربوهيدرات فيها 3 عناصر، كربون وهيدروجين واكسجين. الN هي عدد ذرات الكربون. مش فاهم. يعني ما اجي اقول لك مثلا انا عندي مركب فيه سي 3، فيه 3 ذرات كربون، تعرف تقول لي فيه كام هيدروجينه؟ اه اقول 2 في N، 2 في 3 يبقى H6. طب كام اكسجينه يا ريس؟ 2 N يبقى 3، ان اللي هي 3. تمام. السؤال ده بينزل، الجنرال فورمولا بينزل تحت مسمى اسئله الاختيار من المتعدد. عندنا في البايو او في الكليه بنسميها اسئله الام سي كيو، يعني اختيارات. اصل الام سي كيو ده اختصار لحاجه اسمها مالتيبل تشويس كويستشن، سؤال الاختيار من المتعدد. خلاص، يبقى السؤال ده بينزل ام سي كيو، فتخلي بالك منه وانا عامله عندك في المذكره بالمارك الاصفر. 3 كلمات قلناهم عن المونوساكرايد لحد دلوقتي. الكلمة الأولى إن هي السمبلست شوجر، الكلمة الثانية لو مسكتها مع أي حد تاني تديك كربوهيدرات أو تديك دايساكرايد، هي البيلدنج يونت. الكلمة الثالثة الجنرال فورمولا، ودي بتنزل ام سي كيو، علمنا عليها لو سمحت وخلي بالك منها، سي ان اتش 2 ان او ان، وده مثال عليها. جميل جدا. لما جينا ندرس المونوساكرايد لقيناهم كتير قوي قوي قوي، وقلت لك في اول فيديو برضو ان اي حاجه كتير لازم نقسمها الى عائلات عشان نعرف ندرسها. تعالوا نقسم المونوساكرايد ونعمل لها كلاسيفيكيشن. جه احد العلماء وقال انا هقسم المونوساكرايد تقسيمه على مزاجي،
التقسيمة الأولى على حسب الأكتيف جروب، يعني على حسب المجموعة الفعالة اللي موجودة في المركب. يبقى الأكتيف جروب على حسب المجموعة الفعالة. جميل. فقسمهم إلى عيلتين كبار. عيلة اسمها الدوزس. ليه؟ لأن العيلة دي يا أولاد كان فيها مجموعة ألدهيد، ومجموعة الألدهيد شكلها كده سي دبل بوند أو إتش. يبقى العيلة دي سماها الدوزس لأن فيها كربونة أو مجموعة فعالة اسمها مجموعة الألدهيد. أهي ألدهيد. والعيلة التانية سماها عيلة الكيتوزس. ليه؟ لأن كان فيها مجموعة فعالة اسمها الكيتون جروب. كيتون جروب. بقى عندي عيلتين دلوقتي على حسب المجموعة الفعالة. عيلة اسمها الدوزس لأن فيها الألدهيد، وعيلة اسمها كيتوزس لأن فيها الكيتون جروب. في معلومة بقى لازم تخلي بالك منها عشان دي هتخدمك في باقي الشابتر كله. معلومة مهمة جدا 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 ومش مكتوبة عندك. ايه هي؟ ان دائما وابدا الألدهيد كربون، الكربونة اللي هي الألدهيد دي هتلاقيها الكربونة رقم واحد في اي مركب هتقابله. الألدهيد هتلاقيها الكربونة رقم واحد في اي مركب هتشوفه في البايو الترميلا. ومجموعة الكيتون دائما هي الكربونة رقم اثنين. يبقى دي قاعدة ثابتة، يا اما الكربونة الألدهيد هي الكربونة رقم واحد، والكيتون جروب هي الكربونة رقم اثنين. وضيف الحتة دي عندك. المجموعة الفعالة انا ممكن اسميها اسم تاني، ممكن اسميها انوميريك كربون اتوم. انوميريك كربون اتوم. يبقى الانوميريك كربون اتوم، انوميريك معناها المجموعة الفعالة، يعني معناها بالظبط هي سي واحد ان الدهيد وسي اتنين ان كيتون. يبقى تاني يا اولاد الليلة دي كلها العالم الاولاني قال هنقسم المونوساكرايد على حسب الاكتف جروب، على حسب المجموعة الفعالة. في مونوساكرايد فيها مجموعة فعالة اسمها الدهيد، فسميت العيلة على بعضها ها الدوزس. وفي مجموعة فعالة فيها مجموعة كيتون، فسميت العيلة على بعضها مجموعة الكيتوزس. النقطة المهمة اللي هتخدمنا في باقي الشابتر ان الألدهيد كربون دائما وابدا هي الكربون رقم واحد في اي مركب، الكيتون كربون دائما وابدا هي الكربون رقم اثنين في اي مركب، سواء كنت الكربون رقم واحد او اثنين الناحية دي فبسميك الانوميريك كربون اتوم. دي التقسيمة الاولى. التقسيمة الثانية عالم تاني ما عجبوش الكلام، هل انا هقسم المونوساكرايد تقسيمة بدماغي انا؟ تقسيمة اسهل شوية، هقسمهم على حسب عدد ذرات الكربون اللي موجودة في السكر. يعني ايه؟ يعني لو السكر فيه 3 ذرات كربون فهلا هحطه تبع عيلة اسمها عيلة الترايوز. ترايوز تراي 3، يبقى لو فيه 3 ذرات كربون هيسميها الترايوز، ولو فيه 4 ذرات كربون هيسميه تتروز، يبقى ترايوز تتروز، ولو في 5 هيسميها بنتوز، لو فيها 5 هيسميها بنتوز. يبقى تاني قول معايا 3 ترايوز، 4 تتروز، 5 بنتوز. طب لو فيها 6 ذرات كربون، دي مهمه دي، بيسموها هيكسوز، بيسموها يا اولاد هيكسوز. 7 هيبتوز، 7 هيبتوز. يبقى التقسيمه دي اسهل شويه. يبقى تاني تقسيمه العالم التاني قسمها على حسب النمبر، عدد ذرات الكربون. إلا والمركب فيه 3 ذرات كربون هسميه ترايوز، 4 هسميه تتروز، 5 هسميه بنتوز، 6 هسميه هيكسوز، 7 هسميه هيبتوز. تعالوا نعيد الليلة دي كلها تاني، نبقى خلصنا الحوار ده. المونوساكرايد أول كلمة قالها إن هي السمبلست شوجر، أبسط أنواع السكر. الكلمة التانية إن هي البيلدنج يونت، هي الوحدة البنائية لبناء أي كربوهيدرات. لو مسكت المونوساكرايد مع مونوساكرايد تاني يبقى اسمك دايساكرايد. الجنرال فورمولا ده السؤال الإم سي كيو، ركز عليه لو سمحت. قال ان هي CnH2nOn. بعد كده الكلاسيفيكيشن، العالم الاولاني قسم المونوساكرايد على حسب الاكتف جروبز الى عيلتين كبار، عيله اسمها الدوزس فيها الدهيد كربون او الدهيد جروب، وعيله اسمها كيتوزس سماها او فيها كيتون جروب. ودائما وابدا الدهيد كربون هي الكربون رقم واحد، ودائما وابدا الكيتون كربون هي الكربون رقم اثنين، سواء كنت واحد او اثنين لازم اسميك انوميريك كربون اتوم. التقسيمه الثانيه للعالم الثاني قال على حسب عدد ذرات الكربون، لو فيك 3 هسميك ترايوز، 4 هسميك تتروز، 5 هسميك بنتوز، 6 هسميك هكسوز، 7 هسميك هيبتوز.